وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتخصيص جوائز عبارة عن 3 سيارات مخصصة للجماهير بمناسبة سباق كأس الخيل الذي سيقام على كأس سموه وكؤوس أنجال سموه الكرام بتنظيم من نادي راشد الفروسية وسباقات الخيل. نعم، وذلك بجانب الجولة الأخيرة لبطولة البحرين الدولية لسباق الخيل يوم الجمعة المقبل على مضمار سباق نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بالصخير. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره للجماهير التي تلعب دورا بارزا في إنجاح مختلف الفعاليات وسجلت حضورها المميز في كافة الفعاليات الرياضية مما ساهمت في إبرازها بشكل لافت، مؤكدا سموه أن منح هذه الجوائز التحفيزية لجماهير سباق الخيل يأتي انطلاقا من الحرص على دعم وإنجاح الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية والمحلية في مملكة البحرين. وأشار سموه إلى أن سباق الخيل يحظى باهتمام وشعبية كبيرة لدى الجماهير البحرينية في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة، والهادفة إلى تطوير هذه الرياضة نحو المزيد من النجاحات مما ينعكس على المشاركات البحرينية الخارجية والتي سجلت العديد من الإنجازات طوال الفترة الماضية.